والآن أرجو من فضيلة الشيخ بشير الحميري صاحب معجم الرسم، المعجم الرسم الذي موجود في مكتبتنا وها الشيخ مؤلفه، أرجو من فضيلتكم أن تتكلموا على القرآن والرسم وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة، وأنا سعيد كما سعادة إخوتي المشايخ الفضلاء بحضورنا بينكم، ونسعد جدا بزيارتنا لجامعة دار العلوم الإسلامية بلاهور، ونتمنى أن نسمع عنها أخبارا جيدة متتالية. الكلمة التي أحب أن أوجهها هي بعض النصائح وأنتم تعرفونها، لكن لا بأس من التذكير. يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يحتاج المؤمن يا إخواني في طريقه إلى الله إلى تجديد النية وإصلاحها، وأن يكون عمله وحفظه وما يفعله دائما نيته فيه الله سبحانه وتعالى، ثم يحتاج بعد ذلك إلى الإخلاص. الإخلاص أن يفعل الشيء لله ولا يفعله لغير الله، ولا يلتفت إلى مدح مخلوق أو ذم مخلوق، وإنما ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتبه الإنسان على نفسه من مزالق هذا الأمر. طلب العلم الشرعي يحتاج إلى هذين الأمرين: النية الصحيحة والإخلاص. أنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم آخذ القرآن أو قارئ القرآن. يقال له: لما قرأت؟ فيقول: يا ربي قرأته فيك وعلمته فيك وفعلت. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل الجزاء أخذته استوفيته، ليس لك عندنا شيء، خذوه إلى النار. لاحظ معي يا أخي، هذا كان قارئ قرآن في الدنيا، هذا كان قارئ قرآن في الدنيا، وهو أول من تسعر به النار، ويأتي الثاني المجاهد في سبيل الله والذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قاتلت فيك لإعلاء كلمتك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه، يعني استوفيت أجرك من الناس، لأن نيتك أن يمدحك الناس، خلاص مدحوك. والثالث المنفق ماله في سبيل الله، يقول الله: ألم أعطك مالي؟ ألم أفعل؟ قال: يا ربي نعم، بذلته فيك وبنيت مساجد وعملت مدارس تحفيظ وصنعت. قال: كذبت، إنما أنفقته ليقال منفق، سخي كريم، وقد قيل خذوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأعمالنا وأن يجعلها متقبلة لديه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ المعصراوي حفظه الله تعالى يطلب أن ندعو لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يشرح صدوركم لدينه، وأن يوفقكم إلى مراضيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرحمنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.